من استوديو 71 ضيفتنا اليوم معالي حصة بحميد وزيرة تنمية المجتمع. أهلا وسهلا فيك معاليك. مرحبا وسهلا يا خديجة، حياك الله. معاليك، الأشخاص المقربين لك يعرفون بشغفك واهتمامك بملف تنمية المجتمع من أيام الجامعة. صحيح. وطموحك أنك تكونين وزيرة لهذا الملف في حكومة الإمارات. صحيح. لماذا تنمية المجتمع؟ بإحدى المقابلات اللي يجريها برنامج الشيخ محمد بن راشد لإعداد القادة، وما كنت أعرف صراحة هاي الخطوة اللي أنا بقدم عليها. في المقابلة نفسها طرحوا علي سؤال إن خلال 10 سنين وين تشوفين عمرك؟ يعني كمتقدم لهذا البرنامج، أنت كشخص وين تشوف عمرك خلال 10 سنين؟ فبديهي وبدون ما حتى أفكر جاوبت وقلت إني أنا أشوف عمري قريبة من الناس في المجتمع. برنامج محمد وراشد إعداد القادة وبالتحديد في هذه المقابلة فتح لي آفاق كثيرة. شفت إنه خصلة العطاء موجودة عندي، وشيء أنا أعمل على تحقيقه، وشيء كذلك يسعدني كل ما أعطي للناس من ناحية إن كان في تطوير الخدمات، إن كان في تسهيل حياتهم، إن كان في العمل بقرب منهم، جانب جدا يسعدني. وبالتالي الإنسان إذا عمل في شيء يسعده يبدع فيه بطريقة ما يتوقعها. بالرغم من كل التزاماتك ومشاغلك، ما هو الشيء اللي تحرصين عليه في جدولك اليومي؟ الشيء الأول التواصل مع الأهل، والعنصر الثاني معني بالدائرة المقربة والقريبة إلى قلبي، من صديقاتي، من زميلاتي، من الناس المقربين، يعتبرون متنفس جميل لي، يعتبرون كذلك امتداد لحصة كإنسانة وليس حصة الموظفة. معاليك، أول قرار اتخذتيه عند توليك وزارة تنمية المجتمع ما هو؟ كان عبارة عن رغبة شخصية في التعرف على كل موظف من موظفي وزارة تنمية المجتمع. بغيت أعرف هذه الأسرة الكبيرة متكونة من منو. عدد الموظفين في الوزارة ما شاء الله كبير، يفوق 700 موظف، ولكن أنا جدا فخورة وسعيدة بين أني أقدر أميز وأعرف عدد كبير منهم بالأسماء وبالمناصب وبوين هم يشتغلون. معاليك، لاحظنا في حسابك لك صور مع الخيول، فشو سر الاهتمام بالخيول؟ الوالد الله يطول في عمره ويعطيه الصحة والعافية انتبه لي حبي للخيل، وبالتحديد يوم كان عمري 9 سنين أهداني فرس، فكان شغفي الأكبر من أصبح الصبح قبل أن أسير المدرسة أني أمر على الفرس، أطعمها، أجلس وياها، يبتدي يومي معاها. الوقت اللي أقضيه مع الخيل يرد يبرمج لي حياتي من أول وجديد. ما هي رسالتك للأسرة الإماراتية؟ رسالتي للأسرة الإماراتية المحافظة على الترابط الأسري والتواصل بين كافة أفراد المجتمع. يمكن هالأيام ما نشوف وايد من العائلة الممتدة بشكل يومي، ولكن ما زلنا نشوف اجتماع الأسرة الإماراتية في إجازة نهاية الأسبوع سبيل المثال، في المناسبات الجميلة. هذه قوة الأسرة الإماراتية. معاليك، لاحظنا زياراتك لحكومات إقليمية وعالمية، تتعرفين على تجارب تنمية المجتمع في هذه الدول. كيف نحن متميزين في حكومة دولة الإمارات في هذا القطاع عن باقي الدول؟ الجميل اللي شفناه خديجة في من خلاصة زياراتنا كذلك واطلاعنا على تجارب العالم، وشفنا كثير من الممارسات المتميزة، الممارسات المجتمعية المتميزة حول العالم. اللي يميز حكومة دولة الإمارات واللي يميز بالتحديد المجتمع الإماراتي كثير من الخصال الإماراتية الجميلة، منها احترام الصغير للكبير، منها رحمة الكبير على الصغير. الرحمة اللي نشوفها في مجتمع دولة الإمارات يمكن ما نشوفها في كثير من المجتمعات حول العالم. معاليك، متابعينك يلاحظون على وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلك مع بعض المواقف الإنسانية، وهذا التفاعل يتحول إلى مبادرة. كلمينا عن قصة Let's Take Zayed to the Movies. لفت انتباهنا، وبالتحديد لفت انتباه إحدى موظفات وزارة تنمية المجتمع، واسم كان يتردد Let's Take Zayed to the Movies، فبغينا نعرف شو قصة هذا الوسم وشو القصة من وراه. اتضح أن زايد أحد أبنائنا في دولة الإمارات من أصحاب الهمم. سبحان الله، في يوم من الأيام كانوا أهله ماخذينه للسينما، وتعرض إلى موقف في السينما
مع أن أهله كانوا ماخذين كل الاعتبارات وأساس يهيئون السينما بنفسها وكذلك القائمين يعني على السينما نفسها وكذلك اللي موجودين بيحضرون معاهم الفيلم. ولكن سبحان الله شاءت الظروف وتعرض زايد إلى موقف ما كان جميل، والجميل حضرنا مع التفاعل المجتمعي، أفراد المجتمع اللي تفاعلوا مع هذا الوسم وشفناهم موجودين يقدمون كل العون لزايد ولأهله. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قائد ملهم، موقف تذكرينه لصاحب السمو ودائما يحفزك على العطاء؟ الله يطول في عمره الشيخ محمد بن راشد، مواقفنا معاه كثيرة ومتعددة ومتنوعة. الشيخ محمد الله يطول في عمره اللي فاجئنا أنه دائما يعرف عن جدولنا أكثر عنا، هذا الشيء اللي دائما يبهرني في كل لقاء من لقاءاتنا مع الشيخ محمد، يكون عارف نحن شو سوينا شو أنجزنا. ولكن عندما القائد نفسه روحه يعرف جدولك أنت ويعرف أنت شو أنجزت وشو اللي تشتغل عليه وشو اللي جاي في جدول كذلك، هذا شيء صراحة يحملنا مسؤولية أكبر وأكبر، طبعا شرف كبير لنا نحن. نصيحة من شخص عزيز عليك دائما تطبقينها في حياتك؟ بتكون الوالدة الله يحفظها، أمي الله يحفظها ويعطيها الصحة والعافية، في جلستنا اليومية معها والوالد يكون حاضر والأخوان كذلك والخوات، دائما تكرر أن الناس ما يبون شيء منكم، ما يبى الشخص اللي يتعامل وياك بشكل يومي غير أخلاقك، اسمك، حسابك، جاهك، اللي موجود عندك، علمك كذلك، تقول كله هذا يتبع للشخص نفسه، لكن اللي الناس يبون منكم أخلاقكم. شكرا معالي حصب حميد وجودك معنا اليوم في استديو 71. بارك الله فيك، شكرا، استمتعت معاكم. شكرا.